معادنا إن شاء الله الجمعة 9:30 مساء في استاد القاهرة، هنعلق لكم على المباراة. يا رب يكون يوم جميل. أهم حاجة، أهم حاجة الجماهير اللي تروح، مش عايزين جماهير آيس كريم، عايزين جماهير تشجع من قلبها. نمرة 2، ما تبتديش تشجع من الساعة 2 ولا 3، لا ابتدي لما اللعيبة تبتدي تنزل تسخن، يعني حتة 8:15 8:30 الكلام ده كله، عشان وقت المباراة يبقى صوتك معاك وحناجرك معاك والحكاية والرواية ونكسر الدنيا إن شاء الله. ايه هي العادات بتاعتك يا جنرال؟ هتعمل ايه يوم الجمعة قبل الماتش، يعني قبل ما تخش كابينة التعليق في استاد القاهرة؟ ما عملش حاجة، كل اللي انا بعمله بعتل كده جوزين حمام حلوين كده الدورية تمام التمام، واملى كده هدومي واقول يا رب يا كريم يكرمنا ويبيض وشنا يا رب، وان شاء الله مرة تانية يوم جميل جميل جميل.